لتسليط الضوء أكثر على الوضع الإنساني للاجئين والنازحين السوريين، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بك معنا سيد رضا. يا سيدي الكريم، لكم والجميع الأخوة المتابعين والمشاهدين. أهلا بك سيد رضا. بداية، الأمم المتحدة تحث المانحين الدوليين لتوفير 10 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، يعني كيف ترى بداية تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في سوريا؟ يا سيدي، المجتمع الدولي تعاطى بنفس السوية منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة. المجتمع الدولي يطالب الدول المانحة بعشرة مليارات. عشرة مليارات هي قادرة أن تنتشل اللاجئين من عمق الأرض إلى السماء. حتى نكون واقعيين، هذه المطالبات وهذه الأرقام الخيالية التي لا أحد يعلم أين تذهب وماذا يفعل بها، هذا الأمر غير منطقي. المجتمع الدولي يضع نفسه في موقف المدافع والحريص على السوريين، وهو من أنشأ المخيمات الذل للسوريين منذ البداية. المجتمع الدولي هو من نصب الخيام للسوريين. بإمكانهم كان منذ البدايات أن يؤوي اللاجئين في أماكن أقل ما يمكن، أن تحفظ كرامتهم، أن تحفظ أقل مقومات العيش لهم، لا أن يضعوهم في سفوح تلال ووديان تغمرهم المياه في الشتاء وفي الصيف لا تقيهم لا حر ولا ترد عنهم أقل ما يمكن من عوامل الطبيعة. هذا الأمر، يعني أصبح المجتمع الدولي بموقف لا يحمد عليه أبدا حقيقة. لا ندري لماذا هذه المطالبات وهذه المواقف التي أصبحت مخجلة لهم أكثر من غيرهم. الأزمة الإنسانية تتعدى، يعني كما تعلم، مسألة الأغذية والإعاشة إلى عمليات احتجاز نازحين في مخيمات جماعات إرهابية، يعني وصف بعضهم هذه المخيمات بالأقرب إلى سجن غوانتانامو. كيف تصف أوضاع 64 ألف نازح في مخيمي الهول والروج؟ سيدي الكريم، في هذين المخيمين حصرا لا يعتبر من يوجد بهما من بني البشر. ما من يسيطر على هذه المخيمات ومن يتعامل معهم من المجتمع الدولي وحتى الدول الكبرى وحتى الدول الصغرى وحتى أصغر مجموعات تسيطر على هذه المخيمات تتعامل معهم على أنهم وحوش إنسانية، على أنهم ليسوا من فصيلة البشر. ما هو الذنب الذي اقترفوه؟ لا أحد يعلم. الذريعة لديهم أنهم من جهات إرهابية، أنهم كانوا مع أحد المنظمات الإرهابية. أنتم تقولون أغلب من يوجد في هذه المخيمات هم من النساء والأطفال. هؤلاء بإمكاننا أن نعيد تأهيلهم من جديد. هؤلاء لا، مهما بقوا في هذه الأماكن سيبقى حالهم كما هو. أنتم تضعون هؤلاء الناس حتى يموتوا فقط، نطعمهم، نحتجزهم حتى يأتي الموت ويأخذهم، إما دفعة واحدة وإما فرادى. هذا الأمر أصبح أيضا مهين للإنسانية جمعاء، مهين ليس فقط للدول، مهين لكل إنسان يرى هذا المنظر ويصمت عنه. سيد رضا، يعني نتحدث هنا عن نحو 10 آلاف طفل وامرأة ينتمون إلى أكثر من 57 دولة. لماذا لا تتحرك هذه الدول لاستعادة يعني هؤلاء النازحين وربما تحل هذه الأزمة؟ سيدي، هذا ما كنت أتكلم به منذ لحظة، أن هؤلاء هم بحاجة لمن ينتشلهم من هذا المكان. هم بحاجة لإعادة تأهيل، لإعادة، حتى لو افترضنا جدلا بأن لديهم الفكر الإرهابي، لديهم الأفكار السوداوية التي هم يتبجحون بها، هؤلاء لا يمكن أن يبقوا في هذا المكان. لدينا أطفال تأهيلهم يكون بسهولة، لدينا نساء. نعم سيد رضا، هذا فعلا ما يحتاجونه، ولكن الدول لماذا تمتنع عن تلبية طلبهم؟ تمتنع الذريعة بأنهم يدفعون ثمن فعلتهم، يدفعون ثمن أنهم انتموا لمنظمة إرهابية، يدفعون ثمن ما جنته أيديهم. هذه هي ذريعة الدول. نحن لا نريد، بعض الدول تريد حقيقة، تريد أن تعيد مواطنيها، لكنها تخشى من موقف المجتمع الدولي، أو تخشى من الكلام بأنها أعادت أفراد من داعش أو بعض الأحزاب الحاكمة في بعض الدول، تخشى على نفسها من ردة فعل الباقي الأحزاب أو الشعب لديها.
بأنكم الآن أعدتم لدينا إرهابيين، ماذا يمكن أن يكون بعد ذلك؟ ممكن أن يكون هذا أن بالمستقبل القريب أن يكون لديهم أطفال جدد على نفس النهج، على هذا الأمر الذي يتكرر وهذا السيناريو الذي يتكرر بشكل دائم. أيضا سيد رضا، يعني إذا أردنا هنا أيضا الحديث عن اللاجئين السوريين في لبنان، يبدو أنهم ليسوا بأحسن حظ من النازحين في مخيمات الهول والروج. هل تنتهي معاناة اللاجئين بأمر النائب العام اللبناني بالتحقيق في شكاوى تعذيب اللاجئين السوريين برأيك؟ لا أبدا سيدي الكريم، أبدا. في لبنان كانوا ولا زالوا كما ذكرتم وضعهم أسوأ من وضع المخيمات. اللاجئين في لبنان عانوا ويلات العنصرية وويلات التحزبات ووضع والانقسامات في لبنان. الآن وضع لبنان حتى على المواطن اللبناني هو سيء جدا، فماذا سيكون الموقف من المواطن السوري الذي يعتبرونه عالة في كل الحالات، الذي يعتبرونه يقاتمهم لقمة عيشهم، الذي يعتبرونه كل هذا رغم أن المواطن السوري في حالة كفاف عن المواطن اللبناني وعن الموارد اللبنانية، يعيش بأقل ما يمكن من إيرادات حتى يكون مستقل بنفسه عن أي إشكالية أو مشكلة يضع نفسه بها في المجتمع اللبناني. لبنان الآن هو بحاجة إلى من ينهض به، بحاجة إلى أن يتخذ قرار يرفع فيه سوية مواطنيه. فلا يمكن أن يكون وضع المواطن السوري جيد في لبنان إلا أن خرج من لبنان. نعم، إذا الحقوقي السوري رضا سطيف كنت معنا من أنطاكيا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.